لو انت قاعدة جنب جوزك ما تتنفسيش وهو بيتنفس. تاني، لو انت قاعدة جنب جوزك فرعونك ما تتنفسيش وهو بيتنفس، عيب عيب يا مدام، عيب تتنفسي وجوزك بيتنفس في نفس الوقت. كل ما تعلي صوت على راجل والله لما يكون عيل من اللي بيلعبوا في الشارع ده، انا ابويا اتقتل امي عشان جالت احم وهو بيشرب الشاي زوج. قصدي ايه بالنفس؟ يعني هو متعصب ومتنرفز وصوت نفسه عالي من العصبية كده بينهج وفي تنهيدة كده، ما تتنفسيش انت كمان وتنفخي وتتنفخي بصوت عالي جنبه. لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالك. لو انتوا قاعدين مع بعض في البيت بتتسامروا مع بعض وبتتكلموا، ما ينفعش فجأة تقومي تقفي كده وهو في نص كلامه وتمشي بدون استئذان تروحي الحمام. الحمام مش أهم منه يا مدام. يخلص كلامه ويقوم هو الأول وبعدين تقومي وراه، أو لو أنت مستعجلة تقولي له بلطف من غير ما تقطعي كلامه، تستني كده واقفة في الكلام معينة وتعملي مداخلة في الوقفة دي بسرعة.